أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أيها الأعزاء، هنالك حقول معرفية على غاية كبرى من الأهمية لم نتطرق إليها في حواراتنا السابقة. ربما ساهم في غيابها أنها حقول إشكالية، فهي ميدان نظر عقلي عميق على امتداد تاريخ الفكر العربي، وهي في الوقت ذاته مناطق فكرية حرام على كثير من العقول التي بحثت في التراث الفكري وفي التراث الديني أيضا في تراثنا العربي. في جوانب من هذه الحقول المعرفية يدور حوار البرنامج في حلقة اليوم مع الباحث العربي المصري الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد، وهو باحث معروف على مستوى الوطن العربي وأستاذ في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة. دكتور نصر، أهلا بكم في بلدكم دمشق في التلفزيون العربي السوري. دكتور نصر، سبق أن شاركتم في إحدى ندوات هذا البرنامج، وفي ذلك اللقاء أشرنا إلى مؤلفاتك إشارة سريعة. الآن نود أن نتوقف مع الأفكار التي طرحتموها في مؤلفاتكم. المؤلفات، لو استعرضنا عناوين هذه المؤلفات لوجدنا أن هنالك خيطا معرفيا يربط بين هذه المؤلفات. مثلا كتاب فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي، هذا مؤلف من مؤلفاتك. الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن. هذه الحقول المعرفية، فلسفة التأويل، الاتجاه العقلي في التفسير، مفهوم النص، لماذا اخترت هذه الميادين وهي كلها حقول معرفية إشكالية؟ في بداية حديثي أولا أحب أن أشكر تحت هذه الفرصة الثانية للقاء أهلا وسهلا يعني الإخوة السوريين في هذا الوطن العربي. أما يعني في الواقع أن هذه الكتب الثلاثة تحديدا تمثل ثلاثة جوانب لإشكالية معرفية واحدة. نعم. تعرف أنه يعني بعد العام 67 بعد حزيران حدث نوع من رد الفعل والتنبه إلى أهمية دراسة التراث العربي الإسلامي مجددا، إعادة النظر في التراث العربي الإسلامي مجددا. وكان عندي إحساس، وما يزال هذا الإحساس يقوى من واقع دراساتي وأبحاثي، بأن النص القرآني يمثل بؤرة أساسية في تكوين الثقافة العربية الإسلامية. من هذا النص، من خلال تفاعل هذا النص مع العقل الإنساني وتفاعل العقل الإنساني بمحيط الاجتماعي، تفاعلت هذه العناصر ونتجت مجموعة العلوم التي نسميها الحضارة العربية الإسلامية. وكان عندي حدس بأن تأويل النص أو تفسير النص يمثل أهم آليات هذه الثقافة في إنتاج المعرفة. قلت تفسير النص أو تأويل النص؟ نعم، أنا أستخدم الآن كلمة تفسير وتأويل بمعنى واحد، بمعنى واحد الآن يعني. نعم. فكان علي أو تصورت أنه يجب أن أدرس الاتجاهات المختلفة في التراث وفي تعاملها مع النص القرآني. فبدأت في بداية حياتي العلمية وأنا متحمس للاتجاهات العقلية في التراث أن أدرس الكيفية التي يعني يحلل بها المعتزلة النص القرآني. فكان نتيجة هذه الدراسة كتاب الاتجاه العقلي في التفسير. ثم بعد أن انتهيت من هذه الدراسة أردت أن أكتشف منطقة أخرى مقابلة في التراث العربي الإسلامي، وهي منطقة التصوف. باعتبار أن المعتزلة يمثلون الاتجاه العقلي، والتصوف يمثل الاتجاه الحدسي. ومن هنا اخترت ابن عربي لأنه يمثل قمة تطور الفكر الصوفي العربي الإسلامي. اخترت ابن عربي تحديدا لكي أرى الكيفية التي يتعامل بها الصوفية مع النص القرآني. بهذه الطريقة اكتشفت منهجية العقلانيين في فهم النص، منهجية الحدسيين ورجال التجربة الذوقية في فهم النص. وكانت النتائج التي توصلت إليها أن النص في كلتا الحالتين يخضع لأهداف المفسر وغاياته، سواء كانت هذه الغايات معرفية اجتماعية إيديولوجية.
من هنا والتقاء مع الحياة المعاصرة حولنا والنزاع أو الخلافات حول تأويل النص، خاصة بعد انتقال مجتمعاتنا من مرحلة بعد مرحلة. يعني في مرحلة الستينات مثلا تم تأويل الإسلام تأويلا اشتراكيا، الإسلام دين اشتراكية، ومن أهم الإضافات في هذا المجال كتاب الشهير للمفكر السوري مصطفى السباعي. ثم بعد مرحلة يعني الانفتاح الاقتصادي والاعتماد على المشروع الحر، صار الخطاب الديني يتحدث عن الملكية الخاصة في الإسلام وأهميتها. كان هنا كمواطن يعيش في عالم متغير ويتفاعل مع الأسئلة المثارة في الواقع التي يعيش فيه، وكعالم، لأنه شخصية العالم لا يجب أن تنفصل عن شخصية المواطن، لأنه العالم مواطن بالأساس، نبع في ذهن السؤال إذا كان القرآن قابل للتفسيرات المختلفة والتأويلات المتعارضة أحيانا كما رأينا في التراث بين المعتزلة وبين المتصوفة، وكما أرى في واقع الحياة المعاصر. كان السؤال لماذا لا نتفق على ما هو النص القرآني وكيف نؤوله وكيف نفسره؟ لابد أن نتفق على مفهوم عام للنص. من هنا جاء الكتاب الثالث مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن من خلال إعادة النظر في علوم القرآن القديمة والاشتباك مع الأطروحات، بعض الأطروحات العصرية. هل يمكن أن نصل إلى مفهوم نتفق عليه جميعا؟ وكأنك في الكتاب الثالث دكتور تجيب على سؤال طرحته على نفسك. نعم. وهنا في الكتاب الثالث مفهوم النص، هل بقي التفسير والتأويل بمعنى واحد؟ لا طبعا، فيه أمرين. التفسير والتأويل، كلمة التفسير والتأويل في تحليلهما اللغوي الدلالي، نعم، هذه مسألة معرفية. نعم. والتفسير والتأويل كما يستخدمان في التراث العربي الإسلامي من قبيل الفرق المختلفة، نعم، وكما يستخدمان اليوم. طب هذه النقطة دكتور ستتبين ملامحها من خلال دراسة أو الإشارة إلى الفكرة الأساسية لكل مؤلف من هذه المؤلفات. نعم. أنا سألت قلت في الكتاب الأخير وكأنك في الكتاب الأول والثاني تستخدمهما في معنى واحد، بالطبع لا تستخدمهما في معنى واحد. نعم. إنما على ضوء إشارتك التي مرت قبل قليل. نعم. الآن لو حاولنا أن نكثف الأفكار التي وردت في هذه المؤلفات الثلاثة في رؤوس أقلام لنتبين المضمون الأساسي لكل مؤلف من هذه المؤلفات، هل نستطيع أن نقدم ذلك بإيجاز لو سمحت؟ المضمون الأساسي للكتاب الأول هو الإجابة على الأسئلة التالية. نعم. لماذا الكتاب الأول الاتجاه العقلي في التفسير. نعم. لماذا يتجه المعتزلة تحديدا ويبذلون جهدا هائلا من نشاطهم، نعم، في محاولة فهم النص فهما يستنبط منه النص القرآني، فهما يستنبط منه آراءهم في الطبيعة والإنسان والله، علاقة الإنسان بالله. نعم. على أي أساس معرفي؟ هذا هو السؤال الأول. وعلى أي أساس لغوي؟ نعم. هذا هو السؤال الثاني. ومن هنا انقسمت الدراسة إلى تمهيد الإطار المعرفي، نعم، الإطار اللغوي، قضايا التأويل. نعم. يعني هذه الجوانب الثلاثة، على أي أساس معرفي وعلى أي أساس لغوي. نعم. فمن هنا كان التركيز على قضية المجاز، باعتبار أن المجاز أو أطروحة المجاز أو مقولة المجاز كانت هي السلاح الأساسي في التأويل. كل ما يتفق مع أفكار المعتزلة يقولونها القرآن هنا يعبر تعبيرا حقيقيا. نعم. قلت الأساس المعرفي والأساس اللغوي, اللغوي. نعم. أليس الأساس اللغوي هو الطريق للوصول للأساس المعرفي؟ بدا لي أن الأساس المعرفي، نعم، عند المعتزلة له الأولوية. نعم. وأنهم صاغوا مفهومهم للغة انطلاقا من الأساس المعرفي. يعني المسألة هنا البدء من العام ثم الانتقال إلى الخاص. نعم. وهذا منهج يعني يمكن، نعم، لباحث آخر أن ينتقل من الخاص إلى العام، لكن المعرفة أعم. نعم. لأن أي نظرية في اللغة أو تصور لطبيعة اللغة ولوظيفتها، نعم، لابد أن يكون منطلق ولو بشكل ضمني من منظومة معرفية عامة لله والعالم وعلاقة الإنسان بالله والعالم إلى آخره. وهنالك أفكار أو يمكن أن نقول مناهج فكرية ترى أن المنظومة اللغوية على شاكلة المنظومات الفكرية بالضبط الأخرى. بالضبط. بتبقى يعني
نسق فرعي نوعي من نسق عام، نسق معرفي ونسق لغوي، لأنه لا تستطيع أن تنتج نظرية عن اللغة إلا وأنت تمتلك نظرية عن العالم والوجود، ولو بشكل ضمني، ليس من الضروري أن تكون نظرية مصاغة صياغة فلسفية دقيقة. هذا بالنسبة للاتجاه العقلي في التفسير. هذا بالنسبة للاتجاه العقلي في التفسير. بالنسبة لفلسفة التأويل، كان السؤال يعني تم تحريك السؤال درجة أعلى أو أرقى، هل المفسر هنا المتصوف دائما يخضع النص القرآني لكي ينطق بأفكاره، أم أن للنص القرآني في ذاته حضورا يحرك المفسر؟ يعني هنا كان الإشكال العلاقة بين المفسر والنص، هل هي علاقة جذب من طرف المفسر وانجذاب من طرف النص، أم هي علاقة جدلية تفاعلية، النص يؤثر في المفسر والمفسر يعيد قراءة النص؟ حاولت أن أطرح هذا السؤال، ومن هنا حاولت أن أكتشف رؤية العالم عند ابن عربي، تصور ابن عربي للعالم، يعني التصور الأنطولوجي، تصور العالم، التصور الإبستمولوجي، تصور المعرفة، دور الإنسان بين الله والعالم، مشكلات التأويل وقضايا التأويل بناء على هذه التصورات. داكت الحركة الثانية، في الحركة الأولى لماذا تأويل القرآن، في الحركة الثانية كيفية التأويل، وهل للنص حضور أم أن النص مجرد مستجيب سلبي لرغبات المفسر؟ وهنا دخلت في إشكالية أعقد انتقلت بي إلى مفهوم النص. إذا مع التسليم بأننا لا يمكن أن نسلم بأن المفسر يجذب النص دائما، والتسليم بأن للنص حضور قد يكون طاغيا في بعض الأحيان، فلماذا لا نتساءل عن الأحيان، وهي ليست قليلة، وهي ليست قليلة طبعا، فلماذا لا نتساءل عن مفهوم النص وعلاقة المفهوم ونطرح الإشكال بشكل نظري؟ وكان هذا هو موضوع الكتاب الثالث، الذي يتلخص في إعادة قراءة علوم القرآن، المادة التراثية القديمة حول القرآن، من أجل محاولة استخلاص مفهوم قد لا يكون موجودا في التراث بشكل صريح. هل نحدد هذه العلوم؟ يعني أنا تعرضت لعلم مثلا المكي والمدني، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، هذه المحكم والمتشابه، التفسير والتأويل، العلم المناسبة بين الآيات. تعرضت لمجموعة من العلوم، يعني طبعا لم أتعرض لكل علوم القرآن، لأن العلوم تصل في تعداد القدماء لها إلى أكثر من كذا وخمسين علم. أنا حاولت أن أتعرض للعلوم التي هي علوم مفصلية، وتتفرع عنها تحدد. فحاولت أن أعيد قراءة هذه العلوم في محاولة لاستنباط ما تتضمنه هذه العلوم من دلالات تكشف لنا نحن المعاصرين مفهوما للنص، نتجاوب معه، نرفض جزء منه، نقبل جزء منه، إلى آخره. إلى جانب حرصي الشديد على ربط النص، كل النص القرآني بالتاريخ، ونفي مسألة النص المفارق لحركة التاريخ. أظن هذا هو الإنجاز الذي يمكن أن أقول أنه تحقق في كتاب مفهوم النص، تأكيد تاريخية النص الديني من جهة، وتاريخية التأويلات المختلفة للنص الديني من جهة أخرى. أرجو أن نحدد للسادة المشاهدين المقصود بكلمة تاريخية. نعم. هل ارتباط نص من النصوص بفترة زمنية ما، أم أن هذا النص يمكن أن يكون لكل زمان ولكل نعم. أشكرك جدا جدا لإثارة هذا السؤال، لأنه كلمة تاريخية تثير لبس حاد جدا في أذهان الناس، ويتصور البعض أننا حين نتحدث عن تاريخيات النص أننا نهدر أو نتغافل عن أصله الميتافيزيقي أو أصله المقدس. الظاهرة، أي ظاهرة، هي ظاهرة تاريخية بما أنها تحدث في التاريخ. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله فعل تحقق في التاريخ، وتحقق في لغة، واللغة بشرية، وتحقق في ثقافة، والثقافة منتج بشري. القرآن يطلق على نفسه أنه تنزيل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تنزل وحدثنا بلغتنا، وأرسل إلينا رسالة تستهدفنا، فهي رسالة لنا،
المخاطب له حضور شديد في القرآن. إذن نحن حين نتحدث عن تلخيص النص نقصد أنه نص وإن كان طبعا إلهيا هذا لا، إلا أنه فعل في التاريخ. الفعل الإلهي في التاريخ هو فعل مرهون بالشروط التاريخية، ولذلك نقول أنه تاريخي بهذا المعنى، لا بمعنى أنه مرتهن بزمان ومكان. لكن النص بما هو نص لغوي، اللغة وإن كانت تعطي منظورا للواقع لكنها تتجاوز هذا الواقع، لأن اللغة نظام رمزي، وبالتالي دلالة اللغة تتجاوز أن تكون انعكاس للواقع المنتج لها. يعني أعطي مثالا من خلال وهذا ما يبيح لنا أن نعم إعادة القراءة، إعادة القراءة باستمرار. نعم. وأعطيك مثالا من اللغة العادية وليس من القرآن. إذا قلنا يعني سيارة حمراء اصطدمت بسيارة بيضاء في شارع كذا في مدينة كذا، هذه العبارة تصلح لآلاف الحوادث التي تحدث من سيارات حمراء وسيارات بيضاء في شارع بهذا الاسم. نعم. ربما يكون الشارع في دمشق، ربما يكون الشارع في القاهرة. نعم. حتى الأسماء تتكرر. إذن العبارة وإن نبعت من حادثة جزئية لكنها يمكن أن تعبر عن آلاف الوقائع. نعم. المشابهة. النص اللغوي هذا تمثيل بسيط جدا، تمثيل بسيط جدا. نعم. جدا. نعم. لأن اللغة تتجاوز لحظة العبارة المنتجة للجملة. نعم. الدلالة ممكن هنا في القرآن تحديدا نستطيع أن نتحدث عن مستويات من الدلالة، مستويات لا شك فيه، بعض هذه الدلالات تاريخية. نعم. يعني لكن بعضها يتجاوز التاريخ لكي تمتد الدلالة من عصر إلى عصر، وهذا ما يسمى بسياق القراءة، سياق قراءة النصوص. نعم. وهذا مدخلنا لهذه القراءة. نعم. التأويل والمجاز. نعم نعم. يمكن على ضوء إشارتكم الآن دكتور أن ندخل في موضوعات يتوضح للسادة المشاهدين من خلالها النقاط التي بحثتموها في مؤلفاتكم. نعم. المسألة الهامة التي تبدو لي أو الناظم الأساسي للموضوعات التي طرحت في كتاب فلسفة التأويل وفي الاتجاه العقلي في التفسير وكذلك في مفهوم النص هي مسألة التأويل والتفسير. نعم. وفي بداية لقائنا هذا قلت التفسير التأويل أو التفسير. نعم. الآن أود أن تحدثنا في هذا الموضوع لنفرق بشكل دقيق بين مضمون هذه الكلمة ومضمون الكلمة. نعم. الثانية، وأيضا كيف نظرتم إلى هذه المسألة. نعم. وليس في كتاب فلسفة التأويل فقط، إنما في المؤلفات الثلاثة. في البداية يعني التفسير والتأويل كلمتان ليس لهما نفس التداول أو درجة التداول في اللغة العربية قبل نزول القرآن. يعني قبل نزول القرآن كلمة تأويل وردت حوالي أكثر 17 مرة ربما، وكلمة تفسير وردت مرة واحدة في القرآن. ومعنى ذلك أن كلمة تأويل كانت الكلمة الأكثر تداولا في اللغة العربية، وهذا معناه أن كلمة تأويل هي الأصل. يعني أن كلمة تفسير معناها مجرد التوضيح. التأويل في اللغة هو إما أن تفهم الظاهرة بأن تعيدها إلى الأصل، آلة بمعنى رجعة، أو بأن تفهمها بأن ترى نتيجتها، آلة بمعنى ساسة. يعني فآلة بمعنى رجعة يعني العودة إلى الأصل، وساس الأمر حتى يصل إلى نهاية النتيجة. إذن الظاهرة، أي ظاهرة سواء لغوية أو حدث أو حلم، له أصل وله نتيجة. نتيجة. ففهم أصل الظاهرة ونتيجتها هذا هو التأويل. يعني التأويل أن تعود بالظاهرة إلى أصولها، تعرف أسبابها. وأن تدرك نتائجها، فهذا هو التأويل. وهذا هو تأويل الأحلام. يعني تأويل الأحلام الصورة التي يراها النائم في نومه هي صورة ذهنية. لكن هذه الصورة الذهنية تعبر عن أفكار، الأفكار هي الأصل، فالمؤول يؤول الصور إلى أصلها الذي نبع منه، ويعرف عاقبة ما سيحدث بعد الحدوث. وكلمة تأويل موجودة أو في التراث العربي. فكلمة تأويل كان لها الحضور، وكتاب من أهم كتب التفسير اللي هو محمد بن جرير الطبري يستخدم كلمة تأويل ولا يستخدم كلمة تفسير، يقول إنما تأويل قوله تعالى. نعم. كذا. نعم.
إنما كان يستخدمها بالمعنى التفسيري، بمعنى تفسير، إن وإن كان يتجاوز هذه الأمر. لا، التفسير قليلاً. التفسير له معنى ثاني في اللغة. لا، في الطبري كان يستخدمها بهذا المعنى. تأويل، كان يعتبر تأويل فقط. تأويل. وليس يعني نعم. بعض. ولكنه يفسر من خلال كلمة تأويل، يفسر تفسير. يعني هنا أبي يعتبر أن نعم. كلمة تأويل هي كلمة مشروعة. نعم. مع الخلافات بين الفرق الإسلامية. نعم. صار كل فريق يتهم الآخر بأنه يؤول النص. نعم. واقع الأمر أن التفسير هو مرحلة أبسط من التأويل. نعم. التفسير زي ما بيقولوا علماء القرآن يرتبط بشرح الكلمات المفردة. نعم. كلمة كذا معناها كذا. نعم. إنما التأويل كشف دلالة التركيب اللغوي كله. نعم. وهو ليس حاصل جمع معاني المفردات اللغوية في الجملة، وإنما حاصل جمع معاني المفردات متفاعلة بالعلاقات السياقية التي يحددها علم النحو بمعنى النظم كما قاله عبد القاهر الجرجاني. نعم. فالشرح والتفسير هو أن نقول معنى هذه الكلمة كذا، أي نستبدل كلمة بكلمة للتبسيط. نعم. هذا هو التفسير، وهو مقدمة لا بد منها. نعم. للتأويل. هذا على مستوى العبارة اللغوية. على مستوى النص ككل، التفسير يمثل العلوم التي لا بد من معرفتها لفهم النصوص. نعم. علوم اللغة، علوم البلاغة، علوم القرآن في حالة القرآن، كل هذه العلوم تمثل المفسرة. نعم. لكن التأويل هنا هو جهد المفسر وعقله والكيفية التي يستخدم بها هذه العلوم لاكتشاف دلالة النصوص. نعم. من هنا يعني أعتقد أنه من الواجب علينا أن نعيد لكلمة التأويل مشروعيتها، وإن كان في بعض الأحيان نستخدم كلمة تفسير وكلمة تأويل بمعنى واحد، لأن كلتا الكلمتين ولكن علمياً مشروعتان. نعم. ولكن علمياً علمياً التأويل مرحلة أكثر تعقيداً. نعم. من التفسير. التفسير مرحلة أولية ممهدة للتأويل، لا تأويل بدون تفسير. نعم. مثل هذه الأفكار دكتور نصر، هل لاقت قبولاً في الأوساط الفكرية في جمهورية مصر العربية على المستوى الأكاديمي والفكري بشكل عام؟ وعلى مستوى الفكر الديني أيضا هنا. على المستوى الأكاديمي. نعم. ومستوى طبعا هذه الأفكار يعني تناقش. نعم. لكن على أرضية معرفية. نعم. وليس على أرضية خلافية دينية. نعم. في بعض الدوائر الخطاب الديني. نعم. لا يعني كان هناك تساؤل مستمر، يعني يريد أن يردني طول الوقت إلى مقولات أعتقد أن العلم قد تجاوزها. مثلا بعض الكتابات التي طبعا في كتابات إيجابية كتبت وفي كتابات سلبية كتبت. نعم. كان السؤال هل كيف نطبق مناهج عقلية إنسانية بشرية على نص إلهي، التفسير نص إلهي. نعم. وردي دائما هل أمامنا سبيل آخر؟ يعني هل يشترط أن أتحول إلى إله لأفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ أنا بشر، هذه شروط التاريخ، شروطي الوجودية والمعرفية، والله سبحانه وتعالى تنزل إلي بلغتي، فليس من سبيل إلا أدواتي المعرفية لكي أفهم الكلام الإلهي الذي هو فعل في التاريخ بلغة في ثقافة محددة. فدائما أرد يعني حتى حين يتحداني البعض بطريقة فيها قليل من التهجم. نعم. كيف تطبق على الكلام الإلهي المقدس. نعم. مناهج البشر؟ أتساءل بهدوء، ألديك حل آخر؟ وما هي حجة من ينكر مثل هذا التطبيق؟ الحجة دائما هي موجودة بشكل أو بآخر، أنه يربط بين الإيمان. نعم. وقوة الإيمان والمعرفة. نعم. وهذا أمر ليس موجودا في الخطاب الديني وإنما موجود الإيمان العقل. بمعنى التسليم أم الإيمان العقلي؟ الإيمان بمعنى التسليم. يعني التسليم. يتصور البعض. نعم. أنه بما أننا مسلمين. نعم. فهذا كاف. نعم. لكي نفهم القرآن. نعم. وأنا دائما أقول لطلابي أنت مسلم حسن الإسلام. نعم. يمكن أن تدخل الجنة، لكن هذا لا يؤهلك بالضرورة لكي تكون عالما بالإسلام. نعم. العلم بالإسلام يتطلب أدوات معرفية. ليس الإيمان بالضرورة هو شرطها المؤسس. نعم. يعني فهو يربط أنه
التقوى والصلاح، وطبعا في اعتماد على يعني واتقوا الله ويعلمكم الله طبعا، لكن هنا التقوى والتعليم بمعنى آن الأوان أن نفهم أن الظاهرة الدينية والنصوص الدينية يجب أن تدرس بشكل علمي وليس بشكل تواكلي. يعني بعضنا يدرس القرآن ويدرس علوم القرآن مستهدفا من وراء ذلك البركة. طبعا البركة يعني يهبها الله للإنسان إذا حقق شروط المعرفة العلمية أساسا، يعني العلم لابد أن يكون علما أولا حتى تثاب عليه. أما إذا كان يعني يأخذ أوصاف العلم الخارجية ولا تتحقق فيه صفة العلم الحقيقية، يعني هنا ندخل في أنه إما أن ننتج علما بديننا وبنصوصنا الدينية علما حقيقيا، ولا نكتفي بالإجابات الجاهزة، لأنه العالم وحياتنا تطرح علينا إشكاليات جديدة. هذا هو السبب الذي دعاك لدخول هذه المواقع الإشكالية الفكرية في تراثنا. نعم. الحياة تطرح علينا أسئلة جديدة، وهي أسئلة مصيرية. هذه الأسئلة الجديدة تستلزم منا دائما إعادة البحث. هناك إغراء في التراث العربي بالإجابات الجاهزة. هذه الإجابات الجاهزة لن تجعلنا نتقدم خطوة واحدة، ويجب ألا نتحرك نحن ندور في إطار عقيدة تجعل الخطأ في الاجتهاد مثاب بدرجة واحدة، والإصابة في الاجتهاد تثاب بدرجتين. فلا يجب أن نحرم أنفسنا حق الاجتهاد ولو أدى الاجتهاد أحيانا إلى الخطأ. يعني لابد من هنا أن نستشف روح المغامرة اللي هي أساس كل فكر جديد، وإنه نبقى على يقين أن مع روح المغامرة ومحاولة طرح الإجابات الجديدة قد يحدث بعض الخطأ، لكن العقل إذا تعود المغامرة قادر على تصحيح الخطأ. أما الاستكانة إلى الإجابات الجاهزة التي أطلق عليها الإجابات المعبأة، فهو بمثابة أن تأكل الطعام المحفوظ في المعلبات. هذا يصيب المعدة بكثير من الأمراض، فما بالك بالعقل؟ العقل لا ينشط إلا إذا فتح نوافذه للهواء للمعرفة الجديدة، وطرح أسئلة عصره، واستنبط إجاباتها، وتحاشى قدر الإمكان الإجابات الجاهزة، وطرح إجاباته الجديدة المغامرة. وعلينا ألا نخشى من الخطأ، إن لو كان المسلمون الأوائل أصابتهم الخشية من الخطأ لكانوا قد توقفوا ولم ينتجوا الحضارة التي نتفاخر بها. فكيف نتفاخر بمغامرتهم الحضارية ونعجز في نفس الوقت عن أن نقدم مغامرتنا الحضارية، أن نقدم مغامرتنا الحضارية التي تنطلق من تراثنا كما تنطلق من وضعيتنا الرهينة في التاريخ. يعني علينا أن نكف عن التبعية. هناك نوعين من التبعية، تبعية للغرب وهذه تبعية، وتبعية للماضي وهذه تبعية أخرى. يجب أن أعيش لحظاتي الحاضرة محترقا بالأسئلة، محاولا أن أكتشف الإجابات من واقع لحظاتي الراهنة. ليكن الخطأ، لكنه الخطأ الذي يجب أن نثق في أن العقل المغامر قادر على تصحيحه، وألا نأخذ بالقاعدة الفقهية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هي قاعدة فقهية، لكن أنا الأول أن تتغير. جلب المصالح يجب أن يكون له المقدمة حتى لو أدى أحيانا إلى بعض المفاسد، لأنه الحضارة والتحضر والتقدم بالضرورة له أثره الجانبي. لا يمكن أن أوقف حركة التقدم لأني أخشى من بعض المظاهر السلبية. يعني لا يمكن أن أحجر على طفلي ألا يتحرك وألا يجري لأني أخشى عليه من السقوط. ألم يناقشك مفكرون، أو لنقول من لا يستخدمون العقل في مثل هذه المسائل، وأنت تطرح هذه الأفكار في مؤلفاتك وفي محاضراتك؟ الحقيقة في لا أسميها مناقشات، أكثر هي شتائم أكثر منها يعني مناقشات. المناقشة تستفز الإنسان على المناقشة، وهذا يحرك العقل. أما الشتائم والتهجم الشخصي والاتهام، هذا إبطال للعقل، وأنا لا أعني نفسي كثيرا بالرد على مثل هذه. طب دكتور لو سمحت، أود أن نتوقف عند بعض هذه الموضوعات.
وقد أشرنا إلى النقطة المفصلية الأساسية فيما يتعلق بالتأويل والتفسير في مؤلفاتك. لو أخذنا أيضا موضوعات ناقشتها في كتابك فلسفة التأويل، الكتاب يبحث في موضوع التأويل والإنسان من خلال تحليل مستويات ثلاثة في تصور ابن عربي لعلاقة الإنسان بالوجود. المستوى الأول علاقة الإنسان بالعالم، المستوى الثاني دراسة الجانب الباطن في الإنسان ومماثلة هذا الجانب لحقائق الألوهة، والمستوى الثالث المعرفة الإنسانية. هل نتحدث عن هذه المستويات الثلاثة بشيء من الإيجاز لو سمحتم، نوضح للسادة المشاهدين شيء من هذا العلم الذي يستبطن حقائق النص القرآني من خلال يعني أنا ربما بشكل من التبسيط أنه في بيت من الشعر يعني موجه للإنسان يقول: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه النظرية بصرف النظر عن أصولها الفلسفية هي أن الإنسان مختصر للكون، أن الإنسان تحققت فيه أو تمثلت فيه بمعنى أصح كل حقائق الوجود. مراتب الوجود تبدأ بالعقل الأول، أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، قال: بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك فبك أعاقب وبك أثيب. هذا العقل الأول هو القلم في القرآن عند المتصوفة، أول ما خلق الله اللي هو الحقيقة المحمدية. فالإنسان تتمثل فيه كل حقائق الوجود الكونية بدءا من العقل الأول، لأن عقل الإنسان أحد تجليات هذا العقل الأول، إلى العناصر الأربعة: التراب والنار والماء والهواء. إذن الإنسان متمثلة فيه كل عناصر ومراتب الوجود على المستوى الظاهر وعلى المستوى الباطن. وتتوضح هنا ما يسمونه فلسفة وحدة الوجود. نعم. كما تسمى عند ابن عربي. لا، ده هذا مختلف عن فلسفة وحدة كما الوجود تسمى كما تسمى عند خطأ. نعم. فالإنسان إذن من حيث ظاهره تشريحيا تجمعت فيه كل عناصر الوجود الخارجي، لكنه من حيث باطنه تحققت فيه أو تمثلت فيه كل حقائق الألوهة. لأن في تصور ابن عربي وهذه وحدة الوجود أن الله والعالم، إذا نظرنا من جانب الوحدة نرى الله، من جانب الكثرة نرى العالم، لكن الحقيقة واحدة. يعني ما نراه من العالم هو خيال، كل هذه تمثلات للحقيقة الإلهية. فالإنسان من حيث ظاهره متكثر، له ذراعان وعينان وأنف وشفة، متكثر، هذه الكثرة الموجودة في العالم، لكن من حيث باطنه واحد القلب، وهذا هو عرش الرحمن في الإنسان. إذن الإنسان على مستوى القرآن القلب ليس بالمعنى الفيزيولوجي، لا لا لا، لا. القلب هنا مش بمعنى المضغة، لا، القلب بمعنى السر، بمعنى الروح، زي صحة الأخبار. من هذه الزاوية ده متماثل مع الوصف القرآني، لأن الإنسان خلق من طين، والطين تتمثل فيه عناصر الطبيعة ومن النفخ الإلهية أيضا. فإذا تمثل في الإنسان سر الألوهية من جهة وحقائق العالم من جهة أخرى. الإنسان هنا في حالة اختيار، إما أن تكذبه مطالبه الجسدية أي مطالب العالم، وإما أن ينحاز إلى السر في الباطن فيه. كلما انحاز الإنسان إلى باطنه كلما اقترب من التخلق بالأخلاق الإلهية، وكلما انحاز إلى ظاهره كلما اقترب من التخلق بالحقائق الحيوانية. ولذلك ابن عربي عنده الإنسان الكامل والإنسان الحيوان. الإنسان الكامل الذي نظر إلى باطنه فأدرك حقائق الألوهة، فقلل إلى حد إلى أقصى حد ممكن من مطالبه المادية، فتنكشف له حقائق الألوهة من باطنه، وبالتالي يتصل بالعالم الأعلى وتأتيه المعرفة. إذا انشغل بمطالبه المادية يبقى إنسان حيوان. المؤمن ممكن أن يخلق توازن بين هذين الاتجاهين، لكن الصوفي يتغلب في الجانب القلبي المعرفي على جانبه المادي عن طريق المجاهدات الروحية وعن طريق الطريق الصوفية زي ما بنقول، فيتلقى المعارف الإلهية. هذه المعارف الإلهية التي يتلقاها
تسمح له بأن يرى أعمق المستويات في النص القرآني. وهنا يأتي التأويل، يعني كلما كانت المعرفة صافية آتية من مصدر قائل النص، فأنت إذن تقرأ النص كما يقول ابن عربي كأنه أنزل عليك. وابن عربي يحدد مستويات، تقرأه باللغة العربية فتبقى مستوى اللغة، تقرأه بقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقرأه بقراءة جبريل، يعني أربع مستويات. صار هنا معتمد على تراث طويل متكرر، كله ما من حرف في القرآن إلا وله ظاهر وباطن، ولكل باطن الحد، وهنا حد مطلع، أربع مستويات. نعم. وهنا طبيعة المعضلة المعرفية كما تسميها في كتابك. نعم. التأويل. نعم. والمعرفة. نعم. وحبذا لو دققنا فيها قليلا. المعضلة المعرفية المرتبطة بالتأويل في 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 النسق المعرفي، يعني ازدواجية الظاهر والباطن. نعم. ازدواجية الظاهر والباطن. نعم. هنا إذا وقف الإنسان عند الظاهر فقط يبقى وقف عند جانب من الحقيقة، إذا وقف عند الباطن فقط يبقى وقف عند جانب من الحقيقة. كيف يمكن معرفيا أن تدرك الظاهر في الباطن والباطن في الظاهر، أن لا تقف عند جانب واحد، أن تدرك الازدواجية الحقيقة، أحيانا يعبر العربي حربائية الحقيقة، مثل الحرباء. نعم. تتلون. نعم. بألوان مختلفة. ابن عربي يقول المعرفة الحقة العجز عن المعرفة، أي العجز عن أن تنطق بحقيقة ذات جانب واحد. نعم. بتمثل بعض العبارات العجز عن درك الإدراك إدراك. نعم. نعم. إنه الحقيقة من التلبس ومن التغير، وكل يوم هو في شأن. نعم. وشؤون الله لا يمكن الإحاطة بها. نعم. فالحقيقة من التغير والتبدل. نعم. ولبس مستويات متعددة، بحيث أنك إذا أمسكت بها في لحظة واحدة فأنت تمسك بها في جانب واحد. نعم. وتفلت منك في اللحظة التالية، أي تصل لبعد قد يكون هناك أبعاد بالضبط. كثيرة. إذن هناك معضلة معرفية. نعم. فعلى المؤول، على العارف، أن يرى التلوين في الثبات. نعم. والثبات في التلوين، يعني إذا رأى جانب ثابت يدرك لا، أن الحقيقة ليست ثابتة، أنها متلون. إذا رأى تلون يدرك أن وراء التلون ثبات. ثوابت. نعم. نعم. ثوابت وليس ثابت. فإدراك. نعم. إدراك الثوابت والتحولات في نفس اللحظة. نعم. وعدم الوقوف عند ثابت واحد. ويرد ابن عربي خطأ. نعم. المؤولين والمفسرين، أن كل مجموعة من المفسرين وقفت عند جانب واحد ولم ترى غيره، فتصورت أنه الحقيقة المطلقة. نعم. الحقيقة المطلقة كما يرى ابن عربي لا يمتلكها إنسان، لا يمتلكها فرد، لا يمتلكها عارف مهما وصلت درجته المعرفية، لأنه يظل دائما التغير والتبدل في اللحظة. بما أنك تعيش في الزمان، تعيش في التاريخ، معرفتك نسبية. وهذا هو الدرس الأساسي الذي يجب أن يعني نتوقف عنده في فكر ابن عربي كله. بالنسبة لهذه النقطة دكتور، إلى أي مدى اعتمد ابن عربي على الآية القرآنية التي تشير بشكل واضح إلى موضوع التأويل، وارتباط هذا الموضوع بالمتشابه من آيات القرآن كما نصت الآية الكريمة؟ نعم. الـ 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 طبعا موقف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا ابن عربي يؤول الاتباع هنا بمعنى الوقوف عند جانب واحد، أن المتشابه متعدد الدلالات. نعم. وتعدد الدلالات لا يمكن أن تحيط به. نعم. فإذا توقفت عند دلالة واحدة فهذا هو الزيغ، لأن الزيغ عنده يعني الميل. نعم. مش بالمعنى الكفر. نعم. كما لأن ابن عربي الحقيقة في نسق المعرفة ما عندهش كفر. نعم. يعني الكفر عنده هو الستر، معنى اللغة والكفر. وإنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ومن يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت. فكل كافر مؤمن وكل مؤمن كافر من زوايا مختلفة. فهو يرى أن الزيغ هنا معناها الميل، وأن كلما وقفت عند مستوى واحد في المتشابه، والقرآن كله بالنسبة لابن عربي متشابه. نعم. يعني هو بالنسبة له كله متشابه، لأنه متعدد مستويات المعنى. نعم. وليس المتشابه بالمعنى الفقهي. نعم. إنما بمعنى أن القرآن كله متشابه. نعم. وكله محكم. نعم. في نفس المعنى. نعم. كله محكم إذا وصلت إلى المعرفة الكاملة. نعم. وكله متشابه إذا كنت واقف عند حدود الظاهر. نعم. وإذا وصلت إلى المعرفة الكاملة المطلقة ترى التشابه في الإحكام والإحكام في التشابه. نعم. يعني ترى هذه الازدواجية المعرفية تنعكس. نعم. على ازدواجية المحكم المتشابه.
فالزيغ هنا بمعنى الميل، لأنك تقف عند جانب من الحقيقة وتترك الجوانب الأخرى وتتمسك بها وتترك الجوانب الأخرى. وكل مشكلات المسلمين وغير المسلمين عند ابن عربي أنهم لم يروا من الحقيقة إلا جانبا واحدا، وكل فريق تمسك بأن هذا الجانب الذي يراه هو الحقيقة المطلقة، وأن الجوانب التي يراها الآخرون خطأ. وهذه المشكلة الكبرى، وهذه المشكلة الكبرى. الإيمان بنسبية المعرفة أظن نحتاج إلى أن نقول أن الحقيقة المطلقة الكاملة الحدية لا يمتلكها أحد، وهذا قد يساعدنا في أن نكف عن الإطلاقية والأحكام القطعية والحاسمة التي تقودنا أحيانا إلى التكفير، اللي هو أحد آفات يعني الخطاب في الكون. الخطاب بشكل عام ليس الخطاب الديني وحده هو، إنما كل، لأنه في الخطاب الديني قد يكون التكفير، في الخطاب الديني قد يكون التحريفية الارتدادية إلى آخر هذه الصفات. يجب أن نؤمن بأن الحقيقة متعددة الجوانب، وأننا نرى، قد نرى جانب في لحظة ونرى جانب في لحظة أخرى، وأن نسبية الحقيقة هي نسبية اللحظة، نسبية وجودنا التاريخي، وليس معنى نسبيتها أنها أن الجهل، لأن الوصول إلى الحقيقة جهد بشري بدأ منذ آدم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دكتور، على ضوء ما أشرتم إليه الآن وقد قرب الوقت المخصص لهذه الندوة أن ينتهي، هل نستطيع أن نحدد هدفا من طرح مثل هذه الموضوعات وقد بسطناها أمام السادة المشاهدين الآن؟ في هذا الهدف ليس هو الدعوة لتبني هذه المقولات، ولا أن نتبنى هذا الجانب من التراث أو هذا الجانب من التراث، لأن التراث مهما كانت نضارته ومهما كانت الإنجازات لن يحل لنا مشاكل واقعنا. لكن دراسة أصولنا الفكرية ومكوناتنا العقلية مسألة أساسية لفهم الذات. فالغرض من هذه الدراسات هو محاولة فهم الذات بفهم جانبها الممتد تاريخيا. وقد تضيء هذه الدراسات دراسات أخرى يقوم بها بعض الباحثين لفهم الذات في الواقع. وإذا تمكننا من فهم ذاتنا التاريخية وذاتنا المعاصرة وتمكننا من فهم العالم من حولنا، ربما نفهم اللحظة التاريخية التي نعيشها ونستطيع أن نحل بعض الهموم التي تواجهنا في هذا المجتمع. فليس في هذا الطرح لا دعوة لتبني ابن عربي، ولا دعوة لتبني المعتزلة، ولا دعوة لتبني أفكار، هي دعوة لأن هذا هو تراثنا، علينا أن نفهمه، علينا أن ننتقده، علينا، وهذا نوع من انتقاد الذات، لأن هذا التراث جزء من وعينا. انتقاد بمعنى الرؤية المعاصرة النقدية. الرؤية النقدية. وليس بمعنى النقد من منظور الهموم المعاصرة بالطبع. النقد هنا بالمعنى العام وليس بمعنى الهدم. النقد بمعنى الفهم العلمي والتأويل الصحيح لهذا التراث. دكتور، مرت كلمة وتحدثتم عنها في معرض حديثنا هذا، وأود أن نعود إليها إنما من جانب تأملي بسيط، كلمة التاريخية. إلى أي مدى تتفق في الرأي مع تاريخية محمد أركون في نظرته إلى تاريخنا العربي الإسلامي، التاريخ الإسلامي بشكل عام؟ يعني في إلى حد كبير في اتفاق إنه التراث ظاهرة تاريخية، بمعنى إنه الجوانب المتعددة في التراث أنتجتها مجموعات بشرية مختلفة في لحظات تاريخية مختلفة لمجابهة هموم محددة. قد تتشابه بعض الهموم مع همومنا المعاصرة، لكن الإجابات القديمة لم تعد تصلح. التاريخية بمعنى أن تربط التراث بظرفه التاريخي وسياقه الاجتماعي، فهذا يمكنك من فهمه بشكل أعمق. أما أن تفصله عن التاريخ فتصبح أفكار مطلقة تتبناها، وهذا هو يعني إحدى مشكلات بعض أنماط الخطاب، أنه قال المعتزلة كذا، قال الأشاعرة كذا، نأخذ القول وننسى سياقه التاريخي. مثلا أتعرض لبعض الذين يتحمسون للفكر الاعتزالي فيقولون أن المعتزلة كانوا مع حرية الإرادة الإنسانية. لكي أقول فقط نضع هذه القضية في سياق التاريخ، المعتزلة تحدثوا عن خلق الأفعال وليس عن حرية الإنسان. حرية الإنسان في العصر الحديث مشكلة أعقد من
إشكالية خلق الأفعال التي ناقشها المعتزلة. فلا نحتاج لكي نلخص، ولكن هنالك ارتباط معرفي بين الموضوعين، هناك ارتباط معرفي ما يسمى بمغزى ما طرحه المعتزلة وليس بدلالته. يعني نحن الآن نريد أن نؤكد الحرية في مجتمعاتنا ليس عن طريق الفكر الاعتزالي بالطبع، إنما عن طريق مناقشة قضية الحرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعقلية. وهذه قضية كانت بعيدة عن رد الأفكار إلى سياقها التاريخي، يضيء لنا فهمها بشكل أعمق ويكشف طبيعة الإنجازات وطبيعة الإخفاقات أيضا. وكأننا أو وكأنك تريد أن تقول دكتور أن الخطوة الأولى في هذا الميدان معرفة الذات، ومن معرفة الذات انطلقتم في لمعرفة الذات انطلقتم في مؤلفاتكم هذه. نعم أرجو ذلك على الأقل، يعني أرجو أن قد ساهمت مع غيري من المفكرين بجهد متواضع جدا في أن أقدم لهذه الأمة التي أنتمي إليها تاريخيا وأعيش أزماتها، أنا أكون قد قدمت بعض الاجتهادات في هذا المجال. في نهاية هذا اللقاء اسمح لي دكتور أن أشكرك شكرا جزيلا لتفضلك بالمشاركة في هذا اللقاء ولإجابتك على تساؤلات البرنامج في مسائل هي مسائل إشكالية في تاريخنا الفكري العربي وحتى في واقعنا. أشكرك لإتاحة هذه الفرصة الحقيقة أنا أولا سعيد بهذه الزيارة جدا التي جاء بمحض المصادفة، لأن التقيت بإخوة الحقيقة يعني حتى كلمة إخوة توصيف غير دقيق يعني. وهذا اللقاء أرجو أنه يكون مساهمة يعني من أخ مصري في جو الحوار الذي يدور بين أشقائنا السوريين. أشكرك على كل حال، هذه فرصة أنا سعيد جدا جدا بإتاحتها لي. وفي نهاية لقائنا هذا شكرا للمفكر العربي المصري الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد، الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة. شكرا لكم دكتور، وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.